الرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دخل المستشفى اليوم بعد فقدانه الوعي. نحو 100 منزل تضرر في هود هشرون. أطلقت القوات اللبنانية واليمنية أكثر من 60,000 صاروخ باتجاه تل أبيب، ما أدى إلى تدمير واسع النطاق في المدينة. من بين الأهداف التي أصيبت مقر رئيس الوزراء نتنياهو، حيث أشارت التقارير إلى تعرض المبنى لأضرار جسيمة. ووفقا للمصادر، تم نقل نتنياهو إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تتضح تفاصيل عن حالته الصحية حتى الآن. الهجوم الصاروخي أحدث حالة من الذعر في أرجاء تل أبيب، حيث دوت صفارات الإنذار وتحركت فرق الإنقاذ بسرعة للاستجابة للحوادث المتعددة التي نتجت عن القصف المكثف. أغلقت السلطات العديد من الطرق الرئيسية، فيما بدأت القوات الأمنية عمليات الإخلاء في المناطق المتضررة. وفي ظل هذا التصعيد غير المسبوق، تصاعدت المخاوف من ردود فعل عسكرية عنيفة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية. المؤسسات الحكومية أعلنت حالة الطوارئ القصوى، فيما تحاول الأطراف الدولية التدخل لاحتواء الأزمة المتصاعدة. في أعقاب الهجوم، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا طارئا لتقييم الأوضاع وتحديد الرد العسكري المناسب. بينما بدأت التحقيقات حول كيفية وصول الصواريخ إلى عمق العاصمة بهذا العدد الكبير، أكد مسؤولون أمنيون أن منظومة الدفاع الجوي كانت تعمل بأقصى طاقتها، إلا أن كثافة الصواريخ تجاوزت قدرتها على اعتراض جميعها. على الصعيد الدولي، صدرت إدانات واسعة للهجوم ودعوات لضبط النفس من المجتمع الدولي وسط مخاوف من توسع دائرة الصراع إلى مناطق أخرى. من جهتها، أعلنت بعض الدول المجاورة حالة التأهب